الحمد لله، الحمد لله خصنا بخير كتاب أنزل وبخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته ولا تحرمنا من شفاعته. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تحدثنا في الخطبتين السابقتين عن أنواع ومراتب الجهاد كما هو في مفهوم الإسلام، وأذكركم أننا قلنا أن القتال إذا استوفى شروطه أنه في سبيل الله تحت إمرة حاكم مسلم في دولة مسلمة فهو واحد من 14 مرتبة من مراتب الجهاد. وأفردنا الخطبة السابقة للجهاد المدني، هذه المرتبة التي أضافها الشيخ يوسف القرضاوي زيادة على 13 مرتبة التي ذكرها ابن قيم في زاد المعاد. وإكمالا لهذا الموضوع حتى نستوفي معالمه، نتحدث عن مفهوم الوطن والمواطنة، وبخاصة أننا أحوج الناس إليه، وما يترتب على هذا المفهوم. نحن نعيش في بلاد هاجر الناس كلهم إليها، لا يوجد لأحد مزية على أحد. قد يكون أحد هو الذي هاجر، أو أبوه هاجر، أو جده هاجر، في النهاية هي بلد هجرة. فإذا كان لأحد أن يقول أنها بلد الأصلي فهي للهنود، هم فقط هم الذين لهم الحق أن يقولوا ذلك إذا قال. وهذه فئة شبه غير موجودة بين طبقات المجتمع كله. إذن لابد أن نفهم مفهوم الوطن حتى في مصطلحنا الديني نفسه ومكانته. في اللغة العربية، وأرجو أن تنتبهوا لأننا نحتاجها جدا، يقول: تقول المعاجم كلها، كل المعاجم تجمع على هذا، أن الوطن هو المكان الذي اتخذه الإنسان مكان إقامته، وانتبهوا، ولد فيه أم لم يولد. انتبهوا، الوطن عند علماء اللغة وعند العرب هو كل موطن أخذه الإنسان لإقامته ولد فيه أم لم يولد. قد يكون وطنا مؤقتا وقد يكون وطنا دائما، ولكنه في كل الأحوال يسمى وطن، يسمى وطن. فالوطن هو مكان إقامتك، ولدت فيه أم انتقلت إليه، هذا معنى الوطن. والوطن مكان إقامتك له مكانة كبيرة في الإسلام، له مكانة كبيرة في الإسلام، حتى ولو لم يكن مكان إيه؟ مكان مولدك. كما قلنا في الخطبة السابقة أن من مبررات تشريع القتال الإخراج من الوطن، من مبررات تشريع القتال الإخراج من الوطن، الذين أخرجوا من ديارهم
بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وكانت أيضا مما لامه الله على بني إسرائيل ألا يخرجوا أنفسهم من ديارهم، يعني لا يخرج. وكانت من مبررات تشريع القتال عليهم: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إذن الوطن له مكانة تستحق الدفاع عنه في منزلة الإسلام، لكن هل هناك، هذا هو الذي يجب أن ننتبه إليه جيد، هل هناك تعارض بين انتماء الإسلام إلى دين وإلى أمة الإسلام وإلى الوطن الذي أقيم فيه واتخذته موطنا لي؟ لا يوجد أي تعارض. يمكن للإنسان أن يكون له أكثر من انتماء دون أن يؤثر أحدهما على الآخر، فهذا من قطر كذا وهذا من بلد كذا وهذا، وتجمعنا أخوة الإسلام أو أقل منها العروبة أو أقل منها القطر الذي أعيش فيه. لا يوجد أي تعارض بين هذه الولاءات والانتماءات والحب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البلد الذي ولد فيه وأحب البلد الذي انتقل إليه، كان يحب البلد الذي ولد فيه وهي مكة، مكان مولده. قال يقول أحد: هذه خصوصية لمكة لأنها أحب بلاد الله إلى الله. لا، كانت لمكة نفسها، لأن الإنسان يألف أول موطن له، وكم من موطن يسكنه الفتى وحنينه أبدا لأول موطن. الإنسان دائما يحن لأول موطن، فكان النبي يحن إليه. وذكر لبلال شعر في ذلك: عندما مرض بلال وحن إلى مكة، ظن أنه سيموت في المدينة، ويعني تمنى لو أنه كان في مكة، قال: يا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، اللي هو نبات مكة يعني، وهل أردن ماء يوما ماء مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل، يعني ممكن يظهر لي شامة وطفيل. إذا تمنى بلال، لأنه هذه البلد التي نشأ فيها، ولم يكن مجرد أنها بلد مقدسة أو أحب بلاد الله إلى الله، كان هناك حنين لأنه أول موطن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة، من دعائه المشهور المأثور قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، حبب إلينا المدينة. واعتبرها الوطن من أول يوم دخل، ولذلك في أول أيامه بعد بناء المسجد شرع النبي كما ذكرت لكم في الخطبة السابقة في كتابة أول دستور مكتوب في تاريخ البشرية، وجعل طوائف المدينة على اختلاف دياناتهم وعلى اختلاف أعرافهم وأعراقهم أمة واحدة تدافع عن المدينة. وفي بعض الروايات وصف اليهود في المدينة أنهم أمة من المؤمنين. ما معنى أمة من المؤمنين؟ يعني لا يصف منهم مسلمين، ولكن يريد أن يقول أنهم جزء من المجتمع الإسلامي في المدينة، لهم ما له وعليه ما عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مع حبه الشديد لمكة، عندما انتقل إلى المدينة اتخذها موطنا وجعلها وطنا، وألف بين طوائفها وصنع وكتب الدستور المكتوب لتعاون هذه الطوائف بعضها مع بعض، فأصبح له وطن. وكان هذا دأب كل من سافر وهاجر وانتقل. الصحابة يا إخوة، البعض الإحصاءات والروايات تقول إن 80% منهم لم يموتوا في المدينة، لم يموتوا في المدينة، بل إن هناك رواية صحيحة أن سيدنا سعد بن أبي وقاص مرض في حجة الوداع، أثناء الحج يعني، مرض شديد في مكة، وهو من مكة، من أهل مكة، فخاف أن يموت في مكة. لماذا؟ يريد أن يموت في المدينة،
البلد التي انتقل إليها، خشي أن لو مات في مكة كأن هجرته لم تكن. فلما عاده النبي في مرضه وبث للنبي خوفه، قال أخشى أن أموت هنا فتضيع علي هجرتي، أريد أن أموت في المدينة. قال له أتخاف الموت؟ قال لن تموت، فتعيش ظهرا وسينتفع بك قوم ويتضرر بك آخرون، أنت لسه لك دور هتؤديه، ما تخافش مش هتموت في المرض ده في مكة. إذا كان عنده رغبة ألا يموت في مكان مولده، إنما يريد أن يموت هنا في مكان هجرته. والنبي صلى الله عليه وسلم ليحث الناس على أن تنتقي ولا تضيق على نفسها وأن تكون أرض الله واسعة، عندما مرت عليه جنازة قال لو أن هذا مات بغير أرضه، من غير مولده يعني، قال ولما يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس ما بين مولده إلى أرض مماته فكان له بها درجات في الجنة، يعني بترتفع درجاته في الجنة على بعد مسافة ما، لأن هذا هو الأصل، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الإمام الشافعي عبر عن ذلك عندما قال ليس في المقام لذي عقل وذي لب من راحة فدع الأوطان واغتنم، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب، فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت ركود الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والمزد لولا افتراق الأرض ما افترس، والسهم لو ما فراق القوس لم يصب، والشمس لو ظلت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب، والتبر كالطرب ملقى في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، اغترب هذا فعز مطلبه واغترب ذاك فعزك الذهب. يريد الناس تخرج تتحرك، امشي في الأرض، بل إنك لو مكثت في أرض على ضيم فإنك لست محمودا عند الله. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنت؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ربنا يقول فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يتوب أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذا الأصل أنك أنت تنتقل، الأصل أنك أنت لا تقم في أرض وتجعلها هي مولدك ومماتك، هذا هو الأصل، أن تخرج وتنتقل وتتخذ أوطانا جديدة ولن تقر في أرض مهما كانت رغدة إلا إذا هيأت نفسك أن تحبها وأن تتعايش معها، وإلا أصبحت فيها غريبا منبوذا. فالإسلام لما بيحثك على التحرك معناها البلد التي ستنتقي إليها يجب أن تتوافق نفسك معها وتعيش معها، فهذا لا تعارض، هذا مطلوب شرعا. لكن حتى نضبط الأمر في مكانه، هل معنى هذا أن أنا أقدم القومية الضيقة على الوحدة الإسلامية أو حتى على مبادئ الإسلامية أو على ديني؟ لا. وطبعا لما يعني قال شوقي شعره المعروف يعني هذه تعتبر زلة من زلاته تغفر له في خضم حسناته، عندما قال أرض الكنانة ليس يغضب ربكم أن تتخذها مثل وجهه معبودا، ولوا إليها في النهار في النهار وجوهكم فإذا فرغتم فاعبدوها وجودا. هذه كانت زلة، لماذا؟ لأن شوقي نفسه هو الذي نعى الخلافة العثمانية عندما سقطت بشعر لم يعرفه الأوائل والأواخر في مكانته وفي عظمة الشعر وفي قوته، عندما قال في مطلعها عادت أغاني العرس رجع نواحل ونعيت يعني الخلافة في معالم الأفراح، كفنت يوم الزفاف في ثوبها يعني في ثوب الزفاف، ودفنت عند فارق الإصباح يعني عند فلق للتبلج الإصباح. فهو هذا مطلع القصيدة بيتكلم ويدعي سقوط الخلافة، هذا معناه أنه هو فاهم، لأنه رجل عنده نزعة إسلامية، كان من تلاميذ الإمام محمد عبده هو والشاعر الكبير حافظ إبراهيم، ولهم في شعر الإسلام باع كبير جدا يعني لا يستطيع أن ينكر، فهذه لا تؤخذ عليه، لكن هي زلة. إنما لا تقدم أي قومية لا شك، لا على دين ولا على خلق
ولا تقدم على رابطة الإسلام والعقيدة والدم، لكن الأصل الذي أريد أن أقول فيه أنه لا تعارض بين هذا وبين ذاك. يعني أنا في بلدي اتخذت هذه وطن وولد فيها أبنائي فهي وطنهم، يحبونه ولا يتنازلون فيها عن دينهم ولا عن أخلاقهم. إذن الوطن هو مكان إقامتك، ولدت فيه أم لم تولد، فما بالك لو كنت قد ولدت فيه مثل أبناؤنا الذين ولدوا فيه، ومثل أكثر من 50-60% من نسبة المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية الذين ولدوا فيه. هذه نقطة واضحة الآن، تمام؟ إذا أنا اعترفت أنني مواطن في هذه البلد، وخذوا بالكم قبل ما أقول بعض الحقوق والواجبات، إذا إحنا نمشي بفكرة، يعني كما قلت من قبل حتى كلمة جالية لم أعد أحب استخدامها، ممكن نقول المجتمع المسلم في المجتمع الأمريكي، لأن يعني الجالية من الجلاء، يعني متحرك، يعني النهاردة هنا ماشية، يعني جاية ضد حاجة وماشية. إذا نستخدم، يعني إذا إحنا ظل فكر أن هذا ليس وطننا، وأن هذا مؤقت، وأننا أصولنا كذا، وحنيننا لكذا، وارتباطنا بكذا، إذا ظللنا على ذلك فلا نلوم غيرنا. لما يطلع لي واحد متعصب زي المرشح الرئاسي ده ويقول لك أنا مش عايزك تيجي بلدي، هو بيعترف إنها بلده، وأنت مش عايز تعترف إنها بلدك. مش عايز تتخذها لك وطن، فيقول لك ما تدخلش بلدي، يبقى عنده حق. إنما لما يعرف إنها لا هي بلدي كما هي بلده، وإذا كنت أنت أبوك هاجر إلى هنا فبرضو أولادنا كانوا أبونا هو الذي هاجر إلى نحن أبناء هذه البلد. إذن لابد لهذا المفهوم أن يستقر، وإلا نحن نعترف على أنفسنا أننا ضيوف، فالضيف إذا لم يعد مرغوبا فيه يرحل. هذا هو المعنى، خذوا بالكم من خطورة، هذا في خطورة على بقاء أولادنا هنا. لابد أن نؤصل معنى المواطنة عند أولاد، هذا وطنكم، هذا وطنكم دينا وشرعا وميلادا وعرفا، ولا نسمح بغير ذلك، ولا نسمح بغير ذلك. والا اما يقول لك امشي، واحد يا اخي انت ضيف يا اخي، اذا الضيف قال لك امشي امشي، اذا صاحب البيت وانت ضيف قال لك امشي يبقى تمشي، يبقى هو مش غلطان، حتى ولو انت ضيف مؤدب ومحترم وما حدش عايزك في بيته يا اخي، تمام؟ اذا انت اعتبرت نفسك ايه؟ ضيف، يبقى لا تلومه. إذا اعتبرت نفسك ضيف لا تلومه، أما إذا لم تعتبر نفسك ضيفا واعتبرت نفسك صاحب البيت مشارك صاحب في هذا البيت، لا يستطيع أحد أن يقول لشريكه في البيت أخرج أنت ضيف، يقول له أنا شريكك، أنا لي في الملك مثل مالك، ما يستطيع أن يقول ذلك. فمهم جدا أن نؤصل ذلك، لأن يعني الفترة الماضية كل الإجراءات والحديث والفتاوى مبنية على إقامة مؤقتة، على إقامة مؤقتة، هذا لا يجوز. إذن هذا وطننا، وهذه إقامتنا، وهذه بلدنا وبلد أبنائنا. القضية دي لازم تحسم لها وتنتهي. بعد كده الخطوة الثانية، إذا كان ذلك هو ما اعتمدناه لأنفسنا، ماذا علينا من حقوق وواجبات، وماذا لنا من حقوق وواجبات؟ دي في منتهى الأهمية. يبقى ننتقل للنقلة اللي بعد. أول شيء مما استقر عليه علماء الشريعة كلهم بلا استثناء، من غير أن يشذ واحد من هؤلاء، إذا اتخذت هذا الوطن وطن أصبحت شريكا في المغنم والمغرم. ما معنى شريك في المغنم والمغرم؟ شريك في المغنم والمغرم إذا كان يقدم لك فرص عمل، إذا كان يتيح لك البزنس، إذا كان كذا وكذا وكذا وكذا. إذا كان هذا الوطن يقدم لك ذلك وأنت تأخذ ذلك، هذا مغنم، هذا مغنم، ويحملك فقيرا إذا كنت فقيرا. في الحالة ديت يصبح عليك المغرم. ما معنى المغرم؟ يعني إذا الوطن فرض عليك ضرائب تدفعها، إذا طلبك للدفاع عنه تدافع عنه، إذا طلبك لأي عمل من أعماله لابد أن تشارك فيها في الدفاع عن البلد وحمايتها وأمنها وسلامتها، وأن تكون فاعلا في هذا الأمر.
فاعل، لابد ان تكون فاعلا في هذا الامر. هل تصبح ناس مغرم ومغرم؟ مش معنى انني عند المغرب امد رجلي واقول انا مواطن وهذه بلدي، وعند المغرب اقول روح انت دافع انت وحارب واتقتل، انا ماليش دعوه هذه ما. لا، تصبح شريك في ايه؟ في الاثنتين. القاعده الشرعيه التي اصلها العلماء الغرم بالغنم، يعني اذا غنمت غرمت، اذا غنمت. وهذه حاجه القاعده حتى اللي مبني عليها المواريث على فكره، يعني دي القاعده الاساسيه اللي مبني عليها المواريث اصلا عندي. الوارث يرث ويحجب ولا يحجب بناء على غرمه وغنمه، تمام؟ يبقى اذا الغرم بالغنم تصبح اساسي عليك ان تدافع وان تشارك في امنها، والا توكل ذلك الى اناس ثم تقول انا لست من هذا ولا ادافع ولا افعل ذلك. وبالتالي هذا ينقلنا نقله اخرى. ما هي النقله الاخرى؟ الى اعتماد فقه الاقليات. بمعنى نحن اقليه مسلمه في هذه البلاد، لا شك فقه الاقليات ليس كفقه الاغلبيه. احنا عندنا في الفقه الاسلامي انواع كثيره. الفقه عايز تفهم شيء في الفقه، اترك العبادات جانبا، لان العبادات لا تتغير لا مكانا ولا زمانا ولا اي شيء، هي خمس صلوات في اليوم والليله وكذا، ما بتتغير، تمام؟ لكن فقه اللي انا اقصد فقه المعاملات، حركه الناس اليوميه تقوم في اصلها، وافهموا هذا جيدا، انا عايزكم تاخذوا بالكم من النقطه دي كويس جدا، تقوم في اصلها على مصالح العباد، على مصالح العباد. وابن قيم قال اذا رايت الرجل يفتي بغير مصالح العباد فاعلم انه يفتي بغير الشريعه، لان الشريعه تقوم على ايه؟ على مصالح العباد. حته مصالح العباد دي جعلت عندنا في الفقه انواع من الفقه كثيره، مش فقه واحد، ما هوش اسطمبه، ما هوش قالب محطوط، لا، ده الفقه عندنا يتأثر زمانا ومكانا وأحوالا. ولذلك عندنا حاجة اسمها فقه الموازنات وفقه الكوارث، والآن ده بنتكلم عليه الآن فقه الأقليات. فقه الموازنات، ما معنى فقه الموازنات؟ فقه الموازنات يعني الفقيه يوازن كده، شوف في مصلحة المسلمين فين، والمصلحة دي أساسية ولا مش أساسية، مهمة ولا مش مهمة، وهل حاجة ولا مصلحة، ويوازن. ممكن أختار أخف الضررين، يعني الاثنين مرفوضون عندي بس ما عنديش خيار الا اختار واحد منهم، فهنا فقه الموازنات اخذ اقل الضررين. وهنا العلماء حتى في مفهوم الجماعه، احنا كمجموع المسلمين في فقه الاقليات هنا حاجه الجماعه مقدمه على ضروره الفرد. هذا ما شرحه الامام القرافي في كتبه. بمعنى ايه؟ يعني لو ان احنا المجتمع المسلم الان، المجتمع المسلم اللي بيعيش الان، اصبح له حاجه أن يشارك في كذا وكذا وفي السياسة وفي الاقتصاد ويتقدم، حاجة المجتمع دي حاجته تقدم على ضرورة الفرد منفردا، لأن ده مجتمع، مجتمع بيعرض الآن للفتنة وغير. الحمد لله فيه كما هو المجتمع، يعني المجتمع الموجود الآن مجتمع يعني ليس كلهم يعني في يعني موجة ضد هذا الرجل وضد تعصبه وضد عصبيته في اعلام وفي، يعني مش كل الناس سيئين، ولذلك احنا يجب ان يكون لنا علاقات بهؤلاء الناس. لكن النقطه التي اريدها ان الفقه الذي يجتمع الذي يعتمد في مثل حالاتنا فقه اسمه فقه الاقليات. واحد يقول يعني ايه فقه الاقليات؟ يعني احنا هنعمل لنا دين جديد مثلا؟ يعني لا، في حاجه في الشريعه اسمها العزائم والرخص، اسمها العزائم وايه؟ والرخص. ايه الرخص؟ الاستثناء من الاصل. الاستثناء من الاصل، يعني انت الاصل تصوم رمضان، تمام؟ مريض تقوم تجي لك الرخص، مسافر تقوم تاتي الرخص، هذا معنى الرخص. طيب فقه الاقليات يقوم على الرخص من غير تفريط، هذا هو معنى فقه الاقليات. ليه يقوم على الرخص؟ لان عندك محددات كثيره في المجتمع الذي يحيط بك تجعل الفقيه يفكر في هذه الامور المحيطه. قانون لازم تلتزم به، ثقافه مجتمع واحوال المحيطه بك، هذه كلها لازم تضع الوضع اللي انت بتعيشه نفسه. فلذلك انا الجمله التي اكررها كثيرا جمله سفيان، لماذا قال العلم رخصه من فقيه
والتشدد يحسنه كل واحد، لان التشدد خلاص بيسكر عينه، ما يشوفش الاحوال المحيطه بالناس، في ضيق ولا مش بضيق، ويقولوا له يدهم العزائم كلها، فالناس تخرج من دين الله خلاص، ما يلتزم ويعمل الحرام وهو يظن انه يعمل حرام. لا يا اخي، ما هكذا تؤخذ الامور. في الدين يقوم على الرخص، ولكن الرخص في محلها يجتهد فيها الفقيه، مش انت تجتهد بها النفس. معناها الاستثناء من الاصل فيما يصلح حال الناس والاقليات هنا. هذا فقه لسه ضعيف حتى الان، لان الجاليات الاقليات في الغرب لسه يعني منشاها جديد، لكن كتب فيها بحوث وكتب فيها بعض الاشياء، لكن محتاجه يتاخذ الفقه الاسلامي كله ويعاد صياغته وكتابته على وضع المسلمين في الغرب، يعتمد هذه القاعدة، قاعدة الرخص التي هي أصل الفقه والعلم. وحتى علماءنا اللي ما تغربوش ولا شيء قالوا آراء العلماء في الفقه يعني لابد أن تراجع إذا مر عليها 50 عاما أو انتقلت إلى مكان آخر، ضحك لناس تانية يعني غير الناس الموجودة. إذا محتاجين الآن إلى فقه جديد يؤسس على هذه الحالة، فقه الأقليات، إذا أردنا أن نؤثر في هذا الايه؟ في هذا المجتمع. والرخص في طبعا رخص مرفوضة نهائيا، مرفوضة ما ما ما, ما تناقش. مثل مثلا لو واحد يقول والله أنا ممكن أستحل بقى الفلوس والكريدت كارت والمش عارف إيه وكذا، لأن أنا بعيش في ظروف خاصة وبلاد مش عارف، لا هذه ليست داخلة في هذه الرخص، هي الرخص التي تمشي مع مصالح العباد بما ييسر لهم الحياة في المكان الذي يعيشون فيه، مع القاعدة الأخلاقية اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. إذا يحتاج إلى فكرة فقه الأقليات، هذا في غاية الأهمية. الأمر الثاني أن نندمج في المجتمع، نندمج، ولا أقصد كلمة نندمج ولا أقول أذوب، أذوب معناها أن إسلامي وهويتي وضروري، نندمج في المجتمع اندماجا كليا. والاندماج هذا يكون بالتعاون مع كل المؤسسات القائمة والدخول فيها والمشاركة والتواجد في كل شيء، وبخاصة أبناؤنا والجيل الجديد الموجود هنا هو أقدر على أن يتكلم. أنا أعجبتني الناشطة اسمها مجاهد، ناسي الاسم الفيرست نيم بتاعها، داليا مجاهد، عملوا معها لقاء، هذا نموذج للي مولودهم، وبيسالها اقول لها هل انت ترغبي كمسلمه يعني ان ترامب هذا يقرا القران ويفهم عشان يعرف الدول المسلمين؟ طبعا لو واحد زي يقول طب الحمد لله وفي الاخر بقى جاهز له عشان يقول الشهاده، مش كده ولا ايه؟ ونكسبه مسلم. لا، هي بتتكلم بثقافه البلد، مولوده هنا، فاهمه كويس جدا ثقافه. قالت لهم لا، انا مش عايزاه لا يقرا القران ولا يعرف عنه حاجه، انا عايزاه يقرا الكونستيتيوشن بتاع البلد، انا عايزاه يقرا الدستور بتاع البلد، لانه هو الان ضد الدستور مش ضد القران، ضد دستور البلد. هي احنا عايزين هذه العقليات، نريد هذه العقليات، تمام؟ عقليات المصديه الموجوده، احنا عندنا شويه كراكيب، ها كراكيب فكريه في مخنا عايزه يعني ايه دمستر ونحطهم فين ونطلع على الزباله، هذه لازم تتخلص منها. في شويه مشاكل عندنا فكر، يعني اوباما قال كلمه كويسه في حقنا المسلمين، انا دخلت على الفيديو بتاعه لقيت اكثر من 50,000 من المتشددين والمتعصبين نازلين فيه، يعني واحد يقول له انت عار على البيضاء، بتعار على المكتب البيضاوي، احنا سنسترد منك كذا، كل المتعصبين، وما فيش يعني الكلام الكويس من المسلمين. فانا نشرته وكذا كده، واحد يقول احنا هننسى هو اللي عامل كذا في الشرق، هو اللي عامل في بلادنا كذا، هو اللي عامل يا سيدي، لكن قال كلمه كويسه، رئيس البلاد بيقول في حقك الآن وأنت في موقف ليس سهل، فترة جاية فترة صعبة، أنا لا أخيف أحد، لكن فترة صعبة. لو أن هذا الحدث الذي في كاليفورنيا مدبر لهؤلاء الشباب، ده احنا داخلين على مرحلة صعبة ولن يكون آخر الأحداث، فاحنا عايزين نكون مؤهلين لهذا الأمر. يعني الراجل بول فيندلي الكونجرس ما لما جلس معنا قال أنا لما بعمل حاجة بتردد 1,000 مرة حاجة في صالحكم يعني، قول له ليه؟ قال بيجي لي 100,000 شتيمة وجوابات وكذا وكذا وكذا، وما بجيليش كلمة واحدة منكم تقول لي يعني تخليني ممكن أفكر فيها مرة ثانية. إحنا بنتشل، أنا قلت أنت ناسي مين هو أوباما وكذا وكذا، يا أخي قال كلمة كويسة وفي 30-40,000 بيشتموا فيه، قول له كلمة كويسة، أنا محتاج كلمته الآن. ماليش دعوة هو بيعمل إيه الآن. رئيس البلاد ده لو طلع المرة الجاية تحت هذا الضغط وقلب كلامه وقال كلام ضدك مش في صالحك.
مش بصالحك، هذا أكبر رأس في البلد، مش بصالحك. سيجد ملايين يسمعوه ويكون له تأثير خطير جدا على تعاملنا مع الناس. أنا لا أخشى التعامل مع السلطات ولا الـ FBI ولا الهوملاندر، في النهاية هيحكمهم قانون في النهاية يعني. إنما المشكلة في الناس الموجودة حوالينا، إذا يطلع السياسيين بدون خروقات ما نكتسبهمش ويتكلموا كلام في ضدنا، يبقى احنا في خطر. اخواننا في مسجد الاقصى، انا اول مره اعرف ان هو مسجد الاقصى اللي حدث معه، مسجد في فيلادلفيا، بس امبارح عرفت مسجد الاقصى رموا فيه خنزير. تمام، هذه خطوه مش يعني مزعجه. اذا اللي رماه ده رماه بناء على ايه؟ على بيسمع في الاعلام والميديا. CNN عملت ريبورت جيد جدا في صالحنا وجابت ناس وعملت معاهم انترفيو، ما لقيتش في تعليقات. المفروض يطلب 50,000 واحد من المسلمين يشكر ويطلب من CNN تعمل اكتر واكتر. احنا لازم نندمج اكتر من هذا، لازم نندمج اكتر من هذا. انا لا اطالب الناس فردية، لكن هل يكون في مؤسسات تتابع هذه الامور؟ انا قلت السوشيال ميديا ما اسهل منها، ما اسهل منها. رئيس الدولة بيديك هدية بيكلم في صفحة، ما اسهل ان احنا نعمل لايك، ما اسهل. يعني مش فاهم انا، يعني انت ما تعبتش وعملت عليه راضي وصرفت ملايين عشان يقول لك الكلمة دي؟ يعني لو انت عايز يقول الكلمة دي وانت عامل لابي، بدك تصرف ملايين عشان يقول لك الكلمة دي، العشر دقايق اللي قالهم دول. طب هو قالها، اعمل لايكس بقى، خش واعمل لايكس، شجع الرجل يقولها مرة تانية، ما تخلوش يقول توبة من دنوبة ما حدش قايلها بقى تاني. محتاجين كثير قوي. احنا هذا وطن سنتعامل معه كأنه وطن، سنشارك في أمنه وحمايته وسلامه، ولا يجوز لنا أن ننقض أي شيء فيه، لكن نحتاج إلى الاندماج. اندماج لا ذوبان، لا ذوبان، محدش فهمني غلط، لا ذوبان. انا محافظ على ديني وعقيدتي واسلامي، لكن اندمج وندمج اولادنا، كل الكونجرس، السنه، الميلز، كذا، اولادنا يروحوا يخدموا في المكاتب بتاعتهم ويبقوا شغالين فيها، فولنتير، انترنشيب، اي شيء. لازم نندمج في المجتمع، ما يجب ننعزل. عزلتنا عن المجتمع فيها مقتلنا. انا بقول اي عزله، اي واحد يؤسس للعزلة فيها مقتل. الامر الثاني اختم به، يجب على الجالية ان ترفض رفضا كاملا كل فتوى تقف ضد هذا الاندماج وتبني العزلة. الجدار، لا يجب ان نسمح لاحد يبني بيننا وبين الناس جدار. بمعنى احنا مقيمين ضد الفتاوى، ممنوع تهنئهم في اعيادهم. حلو دي والله، يعني يقول لك ممنوع اهنئهم في العيد، يا اخي ربنا يقول لك واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. راح يقول انا بيهنئني في رمضان، وبيهنئني في عيد الفطر، وبيهنئني في عيد الاضحى، واما اشوفه في اعياده ولا افتح بوق لانه حرام. طب وبعدين؟ يعني انا ببني بر، طب ما هو ده لما الاكمل يعني مر عليه هو عيد بالنسبه له، وانت ما بتهنئوش، واحد يهنئك في عيد، المره الجايه مش هيهنئك، والمره الجايه لما يقولوا له ده بيكرهك يصدقوا، والمره اللي بعدها لما يقولوا ده هيدبر لك مكيده يصدقوا. ما هو اذا كنت انا بهديه ما بيفتحليش بقه في الاعياد بتاعتي. يعني انا لما اجي له حتى في الكريسماس اللي هو عيد ديني واقول له هابي هوليداي، انا خلاص بقى عيسى بالنسبه لي ابن الله، بقيت مسيحي. يعني هو لما هنقني في عيد الفطر وعيد الاضحى بقى مسلم. التهنئه دي حاجات بتاعت الناس. يا اخي انت لو زوجتك مسيحيه مش الاسلام اباح لك تتجوز مسيحيه؟ اجاز ولا ما اجازش؟ هتقول لابنك امك كفر، اوعى تهنيها في عيدها، ما تجيبلهاش هديه. طب اتجوزتها ليه؟ اباح لك تتزوجها ليه؟ وتحبها؟ اذا كنت في عيدها مش هتقول لها كل سنه وانت طيب. جاري مش هقول له كل سنه وانت طيب. ايش هذا؟ ايه التداخل العجيب في الفقه ده؟ وحرام، حرام ايه يا اخي؟ انت جبتها منين؟ جبتها منين؟ حرام، حرام في المعاملات، عايز دليل على التحريم. ما تشغلش مخك اللي فيه كركبه وتقول لي حرام، وانا وجاري على مشكله كبيره، ابقى في خطر مع جاري ويصدق فيا كل شيء. هنوا الجيران، اخرجوا للناس، شاركوهم في معاملاتهم مع الاحتفاظ، مع عدم الذوبان، مع الاحتفاظ باخلاقك وقيمك ودينك، والناس هيحترموك. والله ما حد منهم هيجبرك تطرق دينك. بالعكس، المجتمع ده افضل انه يكون فيه تنوع في الثقافات وفي غيره، بل حتى الاحتكام في دينك المجتمع ده يديك الفرصه انك تحتكم بدينك، لان من الاصل انك تلتزم بقانون البلد، الاصل كده تلتزم بقانون البلد، لكن مع ذلك سيستم الكورت لو انت عايز تعمل اربيتريشن بيمشي في اي قضيه من القضايا، هات اربيتريشن من المساجد والتجئ الى، لكن المشكله في الناس عندنا
ساعة ما يعرف ان حقه يعني هياخد حاجة زيادة عن بالذات في العلاقات الزوجية، إذا الزوجة عرفت انها لو رحت المحكمة هتاخد كل اللي عايزاه ما تجيش. والزوج نفس الكلام، في زوج بياخد نفقة من مراته، طبعا ده لو جاي المسجد مش هديله نفقة، صح ولا لا؟ ولا هديله نفقة؟ يعني زي الأخ اللي بيسألني بيقول لي أنا بحق آخد النفقة دي قد إيه؟ قلت له بعد تالت حيضة ما تديها عندك، توقف النفقة. هو مش هيجيلي، مش هيجيلي، لأنه هياخد فلوس، تمام؟ إنما لو أنت عايز تحتكم للدين، السيستم بتاع البلد بيسمح لك، لو جيت وعملت أربيتريشن ومضيت على الورق وعملنا حكم إسلامي، القاضي بيمضي عليه ومغمض. بيمضي عليه، يعني أنت تستطيع. لكن ما تقوليش إن أنا ما التزمش في القانون. لا تلتزم بالقانون، واحنا الحمد لله كل الائمه بعد جهاد طويل معاهم وتفهيم القضايا، طلاق القاضي الامريكي طلاق شرعي 100%، لانه ما ينفعش ان انا اكون عايش في دوله لوحدي، هذا نظام سياسي مفروض بدي اتبعه. والمجلس الاوروبي للافتاء انتهى الى هذه النتيجه، كثير من المجالس الفقهيه في الغرب انتهت الى هذه النتيجه، ما يستطيع احد في الشرق ان يفتي لنا في هذا الامر، ما يستطيع. أرجو الله سبحانه وتعالى أن نتفهم هذا الأمر، وأرجو إن شاء الله من الإخوة في أي شيء نطلب فيه في المشاركة الاجتماعية ألا نتأخر فيه، أنت تحمي مجتمعك بمشاركتك الاجتماعية ولو على مستوى جارك. اللهم إني قد بلغت، اللهم فشل. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، قبل أن أغادر، غدا إن شاء الله سيكون عندنا هنا الشرف البروسيكيوتر والمفروض شبابنا بشكل أساسي، إحنا عايزين نعتمد عليهم بشكل أساسي في الفترة القادمة، يكونوا موجودين، يسألون إيش الترتيبات، إيه الأوضاع الأمنية اللي حوالينا، كيف نتعامل. مكتب بروسيكيوتر في نورث هادسون كاونتي هو اللي اتصل بي، هو اللي بيحاول يأتي إلي، شوفوا لأي حد يعني، مش احنا الفرحة، هم اللي بيحاولوا ياتوا. فان شاء الله سيكونوا عندنا غدا هنا الساعة السادسة، وارجو ان شاء الله اكبر عدد يحضر بالذات اولاد، يعني اذا كنت انت ما تقدرش عايزين الشباب، عايزين اليانج ادلتس على وجه الخصوص يحضر هذا العمل ان شاء الله. ايضا معنا ضيف عزيز ان شاء الله من القدس، ادعو الله سبحانه وتعالى ان يحرر المسجد الاقصى، نائب محافظ محافظة القدس الاخ عبد الله صيام. بعد الصلاة مباشرة هناخذ معه نصف ساعة، ممكن ان شاء الله ننتظر نعرف منه اخبار القدس، واللي يريد ان يسال سؤالا ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا، واجعلنا لك شاكرين. واحفظ علينا ابناءنا، واحفظ علينا ازواجنا، واحفظ علينا اموالنا. اللهم امننا يا رب العالمين. اللهم امن هذا المجتمع المسلم المبارك. اللهم امن هذا المجتمع الامريكي عامة. اللهم انعم على بلادنا بالامن والامان والسلم والسلام. اللهم انعم على بلادنا بالامن والامان والسلم والسلام. اللهم حرر بلاد المسلمين، اللهم حرر بلاد المسلمين، وارفع الهم والغم عن بلاد الاسلام يا رب العالمين، عن اخواننا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي مصر وفي كل مكان يضطهد فيه المسلمين، وحرر المسجد الاقصى الاسير، وارفع الحصار عن اخواننا في غزه، اللهم ارفع الحصار عن اخواننا في غزه، اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه الى كل خير، ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، قوموا الى صلاتكم، صلاتكم تقبل.